سلام ليكيب ومرحبا بالجميع. كما كنتم تشوفوا الان متواجدين امام محطه عنبة الشركه الوطنيه للنقل بالسكك الحديديه. فوالا كما كنتم تشوفوا هذه المحطه واللي جايه او بلان سونتر فيل دو عنبة في وسط المدينه كما تشاهدون. هاي ليكم المحطه، تلقاو انفاصليها المحطه البحريه لاكار ماريتيم عنبة، ومن هيه ساحه الثوره او الكور. اذا راح ندير لكم هذا الفيديو نزول عند رغبه الكثيرين اللي كانوا طلبوا منا باش نعطيكم بعض التفاصيل حول القطار الذي استحدث مؤخرا. يعني هو كان في الحقيقه من قبل حوالي 30 سنه وعاودوا مشاوه مؤخرا، واللي يربط بين عنبة الى تونس العاصمه في خط مباشر. تبعوا معنا رايحين ندخلوا لاكار ونعطيكم اكثر تفاصيل ان شاء الله. كما كنتم تشوفوا المحطه تزينت بالام الجزائر وتونس، وليت من الكيشيره في ريسيرفي مليح. الجزائر تونس قطار واحد يجمعنا. عندنا هنا اوقات القطار الدولي بين الجزائر وتونس كما كنتم تشوفوا هنا بابلو. عندنا من عنبة حتى تونس، ومليه من تونس لعنبة. عندكم الاوقات ترى يخرج على 9 يوصل على 11 و10 سوق الراس، من ثم الى غرب ديما على 1:21 دقيقة. ديروا الاجراءات ترى ديوان، من بعد يتعدى على جندوبة، من ثم باجا وتونس العاصمة يوصل على 6:30 العشية. كيما كنتم تشوفوا الترا يخرج ايام الاحد والثلاثاء والخميس فقط. هذا بالنسبة للترا يخرج من عنبة بالاحد والثلاثاء والخميس على 9 الصباح. بالنسبة للقطار من تونس يجي ايام الاثنين والاربعاء والجمعة فقط، يخرج من تونس العاصمة على 8:25 كما كنتم تشوفوا، يتعدى على باجا جندوبة، من ثم غار ديما. ديروا الاجراءات طلا دوان. وعندكم الوصول الى سوق هراس على 23، ومن ثم يوصل لعنبة على 28. عندكم هنا الدخول كما كنتم تشوفوا، وليه كيشي التذاكر. كاين اقبال كبير من طرف المواطنين لاقتناء التذاكر كما كنتم تشوفوا. بالنسبه لعمليه اقتناء التذاكر خاوتي تتم فقط من شبابيك محطه القطار، باسكو كنت سقسيت انا جون يخدم تما وراه مشكور بالمناسبه على بعض المعلومات اللي عطاها لنا. قال لي العمليه غير متاحه الان عبر الانترنت. كذلك بالنسبه للاسعار، سعر التذكره عندهم بريمير كلاس و دوزيام كلاس كاينه ب 270,000 و كاينه ب 220,000. بالنسبه للناس اللي بقاو معنا حتى نهايه الفيديو راكم مشكورين. تابعونا على الانستغرام تاعنا ندير زرزور اللي راح نجاوبوكم على مختلف تساؤلاتكم. تقبلوا تحياتي، السلام.